أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشرة، وحديثنا القادم مع ضيفنا الكريم عن أثر المبادرات الاجتماعية والاطمئنان أيضا على الأحوال الصحية بصورة عامة لكل الأهالي هناك في الولاية الشمالية وفي دنقلة تحديدا، والحديث أيضا عن مركز العزل هناك وأين وصلت المساندة لمركز العزل وكيف تمضي الامور هناك. ينضم الينا الان او هو جالس فعليا في استديو صباح الشروق الدكتور حسن محمود حسن، نائب اخصائي التخدير والعنايه المكثفه وعضو مبادره اهل طنجله لدعم ومسانده مركز العزل. اهلا بك دكتور وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. الله يبارك فيك وشكرا لكم لتحت الفرصه، وكل عام وانتم بخير. العام الهجري الجديد، وربنا يرفع عنا البلاء والولاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتور بداية طمنا على أهلنا في الشمالية، ونحن بنسمع إنه فيروس كورونا يعني انتشر بصورة كبيرة جدا في الولاية الشمالية، كيف الوضع الآن؟ والله الحمد لله في الفترة الأيام القليلة الفائتة تم يعني انحسار لعدد حالات المرض، لكن يعني كان في ارتفاعات جدا في الفترة الماضية للإصابات. كيف موقف مركز العزل هناك؟ مركز العزل بيستقبل، مركز العزل في دنقلة هو مركز العزل الرئيسي في الولاية الشمالية، بيستقبل الحالات الحرجة من جميع أنحاء الولاية من حلفاء مرورا بدنقلة لمروي، والحمد لله مجهز يعني بمجهودات من وزارة الصحة والصحة الاتحادية، الآن انضمت يعني المبادرات المجتمعية لدعم المركز ومساندته إن شاء الله. نعم، يعني نقدر نقول الحمد لله الآن المركز مجهز بكامل الأجهزة والاستعدادات والكوادر الصحية لاستقبال كل حالات الإصابات الجديدة، إن شاء الله بيكون في حالات جديدة. الجهود الرسمية والجهود المجتمعية، وده نموذج جميل جدا يعني من أهل بنقلة ومختلف أبناء الولاية الشمالية. نعم. لدعم الجهود الرسمية في مكافحة المرض. نعم، دي يعني يا حسام شيمنا نحن في السودان، مسألة التكاتف والتكافل الاجتماعي، صحيح. مسألة الوقوف يعني جنب لجنب لجانب الجهات الرسمية علشان الموضوع بهمنا نحن كلنا كسودانيين. أكيد نحن دائما بنقف مع بعض في الحارة، نعم، في الباردة برضه كلنا بنكون واقفين مع بعض دائما. عشان كده أنت أشرت للمبادرات الاجتماعية كثير مرة، عاوزين نتكلم عنها. المبادرة الأخيرة هي مبادرة أهل دنقلة لدعم المركز، مركز العزل، هي حقيقة انطلقت من مجموعات اوريدي كانت شغالة في العمل الاجتماعي داخل المدينة. جميل. المجموعة الأولى كانت باسم مجموعة دنقلة في قلوبنا. نعم. وتوسعت المبادرة لتشمل مجموعات كثيرة، اتحاد أبناء مدينة دنقلة العرضي الخيري، وشملت جروبات في الأسر والعوائل وأبناء المدينة داخل دنقلة والولاية والخرطوم والخليج وباقي دول المهجر. والحمد لله يعني المبادرة توسعت ويعني جمعت تبرعات وصدقات من جميع الناس، وشملت منظمات خيرية داعمة وجهات يعني داخل السودان وخارج السودان. نعم دكتور حسن، كلنا كده كسودانيين دي فرصة خلينا نغتنم بوجودك معنا داخل الاستوديو، بنسمع العناية المكثفة، بنسمع مركز العزل وتفاصيل دي، لكن ما عارفين المكونات الداخلية سواء كان للعناية المكثفة عموما أو حتى لمركز العزل، شنو الحاجات اللي المفروض تكون متوفرة داخل المكانين دي بالتحديد؟ أنا طبعا نسبة التخصص التخدير والعناية المركزة، مراكز العزل هي مستويات، في مراكز عزل أولية وفي مراكز عزل نقدر نقول للعلاج المتقدم. نسبة لانتشار الحالات والجائحة وهكذا، أي مؤسسة صحية لما المريض يجي داخل يتم فرزه تشخيصه وإنه هو يعني يعاني من أعراض تنفسية أو غيره، بعد ذاك يمشي التشخيص. لو تم الاشتباه او تم تشخيص المرض كوفيد 19 بيتم عزله اذا احتاج العناية الطبية، يتم عزله في عنابر خاصة هكذا. اذا احتاج عناية متقدمة يعني اكسجين
او يعني متقدم شيء متقدم احتياج معين دعم الاعضاء وهكذا يتم تحويله لمراكز العزل المتخصصه اللي هنا كانت مستشفى جبرا ويونيفرسال والمعلم وغيرها. وهناك في الولايات في كل مستشفى عام بيكون في عزل مؤقت. نعم. واذا استدعى الامر المريض لا قدر الله حصل له وضع حرج او محتاج عنايه بيتم تحويله لمراكز العزل المتخصصه. نعم. جميل. طيب خلينا نتكلم برضو عن دور المجتمع وبرضو بصورة عامة في دعم الجانب الصحي وضرورة إنه كل الناس تتكاتف تحديدا أصحاب المبادرات والناس المهمومين في الجانب تحديدا لأهميته ولحساسيته ولخطورته. طبعا موضوع الكورونا موضوع معقد جدا فيه يعني نسبة لوعي المرض الوعي الناس تجاه المرض لأنه هو مرض جديد الكوفيد 19 المستجد. نعم. حتى الابحاث غير العالم يعني أيوة. الباحثين العلماء كلهم يحترفوا يعني فيه. ايوه فما الناس ما عندها المعلومه وما عندها كذا فظهرت جوانب يعني نقدر نقول كذا سلبيه عن المرض انه من 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 الناس انه يعني في تخوف او احنا نقدر نقول لانه هم جاهلين عن طبيعه المرض ففي تخوف كبير. لذلك يعني ظهرت المبادرات المجتمعية للتبصير بأنه والله المرض يمكن الشفاء منه يمكن التعافي وينصح الناس أنهم يعني يتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة في مراكز العزل وكذا يعني ما يخفوا الأعراض وكذا. الأدوار بتاعت المجتمع حقيقة كانت يعني داعمة جدا. أنا واحد من الناس كنت التيم جزء من التيم الموجود داخل المركز ولقينا تفاعل ويعني حضور لأبناء الولاية وأبناء في دعم المركز والمسألة المعنوية أكثر يعني ووجبات بتجي ويعني كان في شيء جميل تفاعل جميل جدا. وتوج المسألة دي المبادرة الحالية اللي يعني فيها كان تضافر لمختلف المجموعات لدعم المركز الحمد لله يعني الموضوع يتطور ووفرنا معينات كبيرة جدا وسد النقص في التجهيزات الموجودة. وفرنا الحمد لله أنابيب أكسجين لأنه كان في يعني استهلاك كبير جدا نسبة لتزايد العدد ويعني كمية من الجهات دعمت الناس والترابط ودعم الأشخاص حقيقة من مختلف الجهات. نعم. ودائما بنتكلم يا دكتور حسن إنه مش في الكورونا بس في كل الأمراض الثانية المختلفة المريض بيكون محتاج لمعنويات أعلى يعني محتاج إنه الجانب النفسي الناس يشتغل على الجانب النفسي فالحاجة دي برضو مهمة كثير يعني. الجانب النفسي دوره كبير جدا في المرض خاصة حسي في مسألة الكوفيد 19. نعم. وفي بعض الدراسات أشارت إنه الدعم النفسي للمرض بيزيد يعني نسبة التعافي لدرجات كبيرة جدا. نعم. ولذلك العامل الاجتماعي والطبيب النفسي دوره داخل مراكز العزل يعني كبير جدا والآن موجود وحقيقة شفنا يعني استجابة كبيرة جدا لأن أغلب الناس بيكونوا أصحاب أمراض مزمنة وكبار في السن وكذا فمحتاجين الدعم ومحتاجين الكلام. نعم. الدعم النفسي حتى من قبل الأطباء في المراكز ومن قبل الأهل والأقارب. أيوة والأصحاب والأصدقاء. يحاولوا يحتووه إنه لسه يعني الناس مع بعضها يعني ما خلاص كوفيد 19 هو نهاية. أكيد أكيد. رغم التباعد الاجتماعي. رغم التباعد الاجتماعي. نعم. والالتزام التام بالاحترازات الصحية اللي تصدر دائما عن منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة ولا. معانا مع مدير استغل الجانب منك هو العناية المكثفة خلينا نحاول نستغل الجانب الآخر بما أنك نائب أخصائي التخدير عاوزين نتكلم عن المجال ده بصورة عامة برضو في السودان إلى أي مدى إحنا مواكبين للجوانب الصحية هو ما تغيين وما دخلتك في وقت زي ده خلينا نتكلم بصورة عامة أهمية هذا المجال إحنا في السودان وين من العالم وحقيقة كان إقبال على التخصص ده يعني في الفترات فاتت ضعيف جدا والحمد لله حسي أنا واحد من المجموعة من الشباب بدينا في التخصص وبقى في إقبال نسبة لتطور يعني في المجال ده داخل السودان وكذا. أنا طبعا صغير جدا في أنا الحديث عن مجال كبير جدا في اللي هو طب التخدير والعناية المكثفة
لكن الربط دائما يعني من التخدير والعناية المكثفة انه هو نشأ داخل العمليات، داخل مجمع العمليات الجراحية. نعم. وباعتبار طبيب التخدير هو طبيب عناية مكثفة لمريض المريض الجراحة، هو هو طبيب عناية مكثفة داخل مجمع الجراحة. وبعد ذاك تطور المسألة وبقت من التخصصات الدقيقة، والحمد لله داخل السودان يعني بقى في مؤشرات لتطور التخصص ده. الدراسة بتتم كيف؟ اللي دراسات عليا ولا في كليات خاصة في المجال ده؟ أيوة نعم، طب التخدير بيكون فيه فريق، في فريق في جماعة مساعدين أو تقنيين، والأطباء بيدرسوه بعد التخرج من الكلية. تجارب تخصص. التخصص نعم، بعد البكالوريوس الطب. نعم، هي حاجة يعني حسام ويا دكتور حسن مهمة يعني المفروض الناس تهتم بها، فما أظن في عملية تتم من غير عملية من غير تخدير يعني. أيوة في نعم. في إمكانية زي دي؟ ما في. طالما إنه ما في مفروض يعني حتى الكليات كليات التخدير تؤهل بالطريقة الصحيحة، لأنه زي ما الجراح هو مهم في إجراء العملية، مهم برضو إنه الإنسان يكون مخدر. الأهمية يعني وصلت لدور التطبيع والتخدير والعناية المكثفة، ظهر حاليا في موضوع الكورونا باعتباره هو يعني دور مهم جدا داخل غرف العناية والعلاج بالأكسجين نسبة للمرض طبيعته يصيب الجهاز التنفسي وهكذا. فالمسألة دي حول العالم كله وفي السودان، وظهرت مبادرة أطباء التخدير في لمكافحة المرض وكذا. والمسألة الثانية حكاية التبصير للناس خوف من الجراحات، دائما الدراسات وصلت لأنه يعني أغلب الناس لما يتخوفوا ويمتنعوا من انه يجروا العمليه معينه. نعم. بيكونوا خايفين من مساله التخدير وكذا. ادوه جرعه انا كنت حذر نسبه لانه كنت في جهل يعني السؤال ده. نعم. ايوه انا كنت حذر من النقطه دي تحديدا، خوف الناس جاي من وين؟ والله بين لنا النقطه دي تحديدا. أيوة. لانه فيها صراحه نسبه لانه ما الناس ما عارفه، زي المساله برضو اعيدها ثاني، زي التخوف من مساله الكوفيد 19 كان برضو يعني الناس بيمتنع من الإخبار بتاع، ممكن يخفوا الأعراض صح وما يشتكوا كده، وفي حالات كثيرة وانتظاروا لغاية ما تتفاقم الأوضاع ويحتاجوا يعني أكسجين والتدخل بتاع عناية مكثفة. بالمقابل المسألة بتاع التخوف من الجراحة وكده نسبة لعدم الوعي بها وكده، وده دورنا نحن حسيب دي ثاني حطيبه انه الناس تتكلم على طيب، لكن ما بيتهموا بيقولوا خلاص لازم يقوموا يدونا جرعه زايده، ما تكون بتدونا جرعه زايده. ده اتهام طبعا كبير جدا في مساله يعني طب التخدير وكذا، وانه هو لكن نسبه التطور العلمي وتغير الادويه واضافه ادويه جديده واجهزه جديده وكذا، فبقى اصطلاح التخدير الآمن، فبقى يعني نسبة الوفاة نسبة النتيجة للإشكالات في التخدير ضعيفة جدا، ممكن تكون يعني واحد في الألف، واحد في مليون، واحد كده. وحسب طبعا حسب الوضع الطبي للمريض ومدى جاهزيته يعني. جميل، هنتكلم برضو أكثر تخصصية وبكونك أنك مختص في المجال ده، يعني هل أنتوا راضين عن كليات الدراسة اللي بتدرس تخدير، راضين عن وضع التخدير في السودان؟ هل طالب كلية التخدير مؤهل مباشرة أنه يدخل غرفة العمليات؟ هي طبعا مسألة معقدة بالنسبة نحن ما ضمن منظومة كبيرة الصحة والمستشفيات ومتأثرة بالأوضاع في البلد وهكذا. طيب. لكن الشاهد أنه في تطور في المسألة وفي وعي من المجتمع للبوزيشن ده، والناس بيك تسأل منو طبيب التخدير حيشتغل لي ومنو، فده جانب كويس يعني. احنا أتذكر مرة كنت في داخل مستشفى فجات مريضة بتاعت لعملية قيصرية وكده، سألت طبيب النساء التوليد منو، وبرضه سألت، فانا افتكر دي كان ايوه، فافتكر لانه دائما احنا بنعتبر نفسنا يعني من الصف الجندي المجهول او صح، مع انه دوره مهم جدا يعني. يعني مثال للمجموعه اللي هسه الان بتصور المهندسين ايوه التحيه ايوه، ف يعني ما بنكون في نحن تيرشري ليفل، ما بنكون ظاهرين، ما بيكون في لافتات، ما بيكون في يعني داخل هناك. جميل، طيب خلينا نرجع بك لمركز العزل ونسافر مره اخرى إلى دونجولا، بما أنك في الخرطوم وأنت في تنسيقية الخرطوم، موقف السند عامل كيف والإسناد عامل كيف؟ والله الحمد لله، هو كان في مشكلة كبيرة جدا في توفر الأكسجين اللي هو
الخط العلاج الأول لمسألة نعم. المرض نعم. ومع الجهود الرسمية جهود وزارة الصحة، من هنا برضو نشكر الدكتور صابر المدير العام السابق ودكتور أبو زرحة المدير العام الصحة الحالي، ويعني اجتهاد لتوفير كل المعينات. جاءت المبادرة لدعم يعني سد النواقص وكده، وكانت مسألة يعني جميلة جدا تدافع، والأجمل منها إنه هي ما كان مجموعة واحدة، يعني عملوا مثال رائع جدا للاتحاد وتضافر جهود لأبناء المنطقة الواحدة، يعني ما جسم واحد، يعني كانت مجموعات أوردي هي شغالة في العمل الاجتماعي، دعم المرضى ودعم الأسر ومسألة كيس الصائم وفرحة العيد، وكان أوردي فبدت المبادرة منهم لسد النقص في المراكز العزل، والمركز الرئيسي اللي هو يعني بيستقبل كل مرضى الولاية، والحمد لله تم توفير عدد كبير من أنابيب الأكسجين، والشكر لكل الجهات اللي ساهمت معانا في المبادرة، نسمي شركة إيكو هي مدة المركز بعدد كبير من الأسطوانات، عدد 50 أسطوانة تم تسليمها اليوم صباح اليوم، وبرضو الشكر لشركة جياد الطبية لتوفير عدد 100 أسطوانة، ومنظمات أهل الرحمة وعدد يعني من المساهمين من أبناء الولاية وال يعني داخل نعم. داخل السودان، خارج السودان داخل السودان. نعم دكتور حسن، زي ما نحن شعارنا في قناة الشروق نعود بحذر، في ناس كثيرة جدا مجرد ما تم رفع الحظر يعني اعتبروا انه خلاص كورونا انتهت في السودان، والناس عاودت لمزاولة أشغال المختلفة من غير وجود أي احترازات صحية. فياريت لو نحاول ننبه الناس وكل المشاهدين انه ممكن الحظر ينتهي لكن كورونا موجودة في السودان. كورونا موجودة، رسالة ممكن ستيل كورونا موجودة، ستيل في مرضى في مراكز العزل وفي العناية المكثفة، يعني نسأل الله لهم العافية إن شاء الله. اللهم آمين. وفي انتشار، وحتى كمان يعني نحن ما يعني نتشائم، لكن في مؤشرات لموجة جديدة، لكن إن شاء الله يعني ربنا يرفع عننا يعني التزام الناس بالإرشادات الطبية والتباعد الاجتماعي، المتر بين الناس، ويعني عدم الاختلاط، و أهم نقطة اللي هي التبليغ المبكر. نعم. ويعني الذهاب إلى الطبيب وإخباره بكل صدقية وهكذا. نعم. لأنه دي نقطة محورية جدا، خاصة ساهمت في انتشار المرض خاصة عندنا في الولاية ومختلف المناطق يعني. نعم. ونتمنى دائما لكم بالتوفيق إن شاء الله في كل المساعي، ونتمنى كل هذه الجهود تتنزل على أرض الواقع فعليا، ونمضي بمركز العزل الى ان نكون ما في ولا حال ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله، عبر جهودكم المجتمعيه وجهودكم الاخرى المعروفه. احنا سعيدين جدا بك في صباح الشروق، وشاكرين شكر جميل لك جدا حضورك بيننا اليوم، دكتور حسن محمود حسن نائب اخصائي التخدير والعنايه المكثفه، الله يكرمك، وعضو مبادره اهل دنقله لدعم ومسانده مركز العزل. شكرا جميلا لك. شكرا لك، وعام انتم بخير، ربنا يرفع عنا البلاء. نعم، ونحن بندعو دكتور حسن نمشي للدامر ولنهر النيل ولمنطقه العقد، وعندنا تقرير جميل. وما عرف في الطريق حصل زرت العقد ولا لا؟ في دي شرق النيل، ونحن من غرب النيل، لكن يعني خليك تشوفها زرت عبر قبل كده المنطقه دي جميل. طيب خلينا نشوفها على كل المشاهدين.